الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إذن اسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كسنا يعني كثان حديث كثان تتصور كثان فيديوهات ذي الواتساب ذي الفيسبوك ذي اليوتيوب خر بعض الأصوات بعض يعني الإراغيثان بعض الأصوات تزوج جنة. أولا يعني نشين أخسوانتي الزاري شيء الأحداث هذه من جهة، من جهة أخرى يعني باش نسيور نشين يعني السيور خيخفينو نشوى غريبو العلم إذا غا السيور هاد السيور كيجن حاشف وهذه السيور نشا أهل الاختصاص وهذه السيور نشا العلماء المختصين دمانية. ولذلك تمسلش التقديم تمسلش تظهر تقول 2013 ربما ظهر قبل كل عام تتكرر يعني كل عام السبوند نفس الفيديو ثم ذين بعض يعني يمسر من هدان الله وإياهم ذين بعض عاود تاني ني والزون بوصان خي يمسر من والزون يعني ذيران خل العقول ني وذان من تقن سوا ثلاثة حاموش ندي هذا ريح نجان دي تشاخ زان دي بجنة قاس كني وخزان بجنة نشد سوا تقن تريكاج من ديس تقن عني الصوت النيوني نفس الصوت. نعم يعني نفس الصوت إذا هذا ذا قيد هذا الكورنيش قيد هذا مو قيد هذا مو شين تمسرين يا أخي الكريم وانت حديجي عذبوا الأصوات ديزنز بجنة ولا تفون صدوه مو نشين الله عز وجل يكشن كل شيء قطانا ذي القرآن سيدي ربي سبحانه وتعالى قارن وما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب ما يمي منايا باش نزاع يعني الرعب انزاع الخوف ذي القلوب مني وذان تمسرشتا يعني باش نرعبي وذان فانت لا يجوز للشريعة الإسلامية يعني ترويع الآمنين أنت مسألة حرمت سيدي ربي سبحانه وتعالى حرمت النبي صلى الله عليه وسلم لنفرض أنه نيشان لنفرض أن الأصوات نشين يعني لا نكذب ولا نصدق باش نفهم من باب واسع لنفرض أن الأصوات نيشان قوسين تزوج جنة. طيب ماذا بعد ذلك؟ كل جن من يقع حد يقع على مد السعد يقع لا إله إلا الله هادشي كيخلع المسيح الدجال ربعاض يعني ني غاتجيبو الدين ربعاض ني غاتجيبو الديانة من تقل تولى الامر من الشان ايوا يعني زارع عن الرعب ذي القلوب اني مسلم انت مسلش لا يجوز ايها الاخ المبارك. ان شاء الله عز وجل اذا نرد على مد السعه للقران الله النبي صلى الله عليه وسلم اذا نرد على مد السعه للقران اسكنان النبي صلى الله عليه وسلم من دين العلامات يعني الصغرى علامات تيم الزيانين ريمات من الساعه يعني اولا يعني من علامات الساعه ظهور النبي صلى الله عليه وسلم مش حد قومي ديرها 15 قان زقومي لنفرض انه وشان تقوم الساعه هي وشان مثلا 24 ساعة ثلاث أيام قاعد تقوم الساعة من غنقمشي يلا إوا خش نقيم يعني خارق ندني هنا شهادة الزور دوني أشق جنو نغني جني تتو نغني جني تشق قول نغني نشيني مزيغن ونجيبو مليح وين جارنا أقرع تشق جبدان شبدان تشق قريفي عارفين تشق هواي غير هواي غير تشق قرعي وشقين ديني ثم تيذان من علامة الساعة من علامة الساعة ما تهدا شبدان تيش الخطبة نغاشيني ثواي غاشين قام من علامة الساعة تبدا قرعين الدهمير سيدي خزات يعني السادة من علامة الساعة يهم سليني يعني ما ينبغي أيها الأخ المبارك ماشي نلقي مع هذه الجنيت التونغني أنشي ندوم هني اسمونا نغلى عز وجل اسمونا نخل كتاب السنة اسمونا نخور سبحان يخسني نغور سبحان يخسن قال الله عز وجل قارج ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يخسن محبة يكو يا غني نغور سبحان الجنيت التونغني مش سنغي إلا فيديو يا ذي شقفني شو اسمح غاسل اني غي شقفني النومة كذو شقفني ولان الحمد لله يعني واما بنعمه ربك فحدث. نعم الشمس محاسن لوجه الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم اذا رغد اربعه من علامات الساعه الصغرى التص ظهانتيت التص تعود انت يعني يعني استكرار يعني بان انت كيجن الزمان عاود كيجن الزمان غني قينت لي الزمان غير الى يومنا هذا ذين اربعه من علامات الساعه ريما هذه جنتي مزيان عاود ظهانت ولكن يبين رغد النبي صلى الله عليه وسلم كيجن الحديث صحيح رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد إن لم تخني الذاكرة رضي الله عنه يوفن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة السوار نسمع السوار نسمع السوار الساعة أي نسقى أي نسمع ترانكير إلى سقى الساعة لن تقوم الساعة يعني وتفني الدنيا أرغد بانت عشرة نريمات عشرة العلماء هي جنتم قرنين من بينها من ديدان النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي يعني مرفكة إن الدخان يجمارك ندخل الله علم مش غير يقى ثم غان الدجال
ثم غان خروج غان الدخان، ثم غان الدجال، ثم غان طلوع الشمس من يعني تقعد تفوشت تنقاز المغرب، ثم غان الدابة التي جند الدابة جمنوع عند دابة السوركي وذان، ثم غان نزول عيسى عليه السلام، ثم غان ظهور يأجوج ومأجوج، ثم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثلاثة الخسوفات يعني تنوازن ثمه أتصادف بابن ثمانية نش خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. هذا تسعة إن شن قاقع التهاج من الستة ومقرنة اليمن اخذني ما تزرخ يودان إلى محشرهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مؤمنين في كل لحظة. يا أخي الكريم، الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أخي الكريم، غاد هذا مسلم، غار عسى هذا مسلم، غار مغاب هذا مسلم، خميد غيث ملك الموت هذه يعني التسرمكت رخدني. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن أيها الإخوة، أنا من خ المعقول، أنا من صح، أشق فزن حيد، مش سنغي الذي شق فنت شق فن داي وذل، ولكن سمح غاسم. أحبكم في الله، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.